السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. وأخيرا قررت باش نبدأ الفيديوهات هذه اللي وعدتكم بها باش نتكلم على الغنوصية أو ما يطلق عليه الفكر الغنوصي. في الحقيقة ترددت كثير، هل أتكلم في هذا الموضوع أو لا أتكلم، لأن هذا العلم بصفة عامة هو علم جدا معقد ويعتبر من العلوم الباطنية، وياسر أشخاص يا إما ما يعرفوهش أصلا أو اطلاعهم عليه من خلال بعض الكتب أو الأنترنت. وهذا العلم ديما كان نجم نقوله مخفي ومختصين به أشخاص معينين، وعامة الناس ما يعرفوش هذا العلم حتى أنهم يتولدوا ويموتوا وما يسمعوش به. ولكن أنا قلت مع التطور التكنولوجي ومع أصول المعلومة ومع التطور الوعي لدى الإنسان، نظن هذا العلم لازم يطلع عليه الناس اللي يحب يفهموا ويعرفوا، لأن البشرية قاعدة ماشية وتتطور بطريقة سريعة جدا، وكما يقولوا يا معناتها خبر بفلوس بكرة يصبح بلاش. إذن الفكر أو العلم أو المعرفة الغنوصية عرفتها البشرية في أول تاريخها وتواصلت إلى يومنا هذا، ولكن كان عليها ياسر من الغموض ومن التكتم ومن السرية. وأنا بالفيديوهات هذه باش نحاول نسهل أكثر شيء ممكن هذا الفكر، ونحاول ناخذه بالنقطة بالنقطة، ونعتبر اللي هذه الفيديو عبارة على مقدمة لفهم أو باش نضعكم في الإطار نتاع شنو هو الفكر الغنوصي من خلال 10 نقط. نبدأ بالنقطة بالنقطة. النقطة الأولى، لازمكم تعرفوا اللي الفكر الغنوصي هو أخطر فكر عرفته البشرية، ليس هناك أخطر من الفكر الغنوصي. وعندما نقول خطير ليس بمفهوم هو بحد ذاته خطير، وإنما طريقة استعماله كانت جدا مدمرة للبشرية، وكثير من الأشخاص استعملوه لمصالح شخصية أو دينية أو حزبية. إذن هذه هي النقطة الأولى اللي حبيت ننبهكم عليها، إن راو هذا العلم لو تستطيع أن تفهم جانب منه مهم، يمكن أن تفهم ياسر حاجات توقع حولك كل يوم وفي العالم وفي السياسة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إن كل ما كتب حول الغنوصية سواء حديثا من طرف المستشرقين أو قديما من طرف المسيح الأقباط والمسيح بصفة عامة أو حتى المسلمين وغيرهم اللي كتبوا على الغنوصية، لكلهم ميعبروش على حقيقة الغنوصية. وكل المعلومات اللي موجودة على الانترنت اليوم واللي هي قليلة على الغنوصية لا تعبر 100% على الفكر الغنوصي. أنا باش نحاول نكون موضوعي، لأن الفكر الغنوصي يقوم على فكرة جدا مهمة، إنه لا يكتب بل يلقن فقط. يعني الغنوصيين الكبار عبر التاريخ ما كتبوش حول الغنوصية. شكون اللي كتب حول الغنوصية؟ هما الأشخاص اللي جاوا من بعد وكتبوا حول هذا الفكر، بين قوسين نقولوا فكر، طبعا
حاولوا باش نفهموا هل هو فكر أو عقيدة أو ماذا. وكثير من الجهات أو الأديان أو الأحزاب أو الأشخاص اللي كتبوا حاولوا باش يوجهوا الغنوصية على حسب فكرهم الخاص. كما قلت لكم الغنوصي الحقيقي لا يكتب وإنما يتكلم. لماذا؟ لماذا الغنوصي يتكلم ولا يكتب؟ لأن المعتقد الغنوصي الأصلي إن الأفكار عندما تكتب تقيد، وعندما تقيد لا يمكن أن تتطور، فلهذا اعتمدوا ما يسمى بأسلوب النقل فقط. لماذا النقل؟ لأن كل واحد ينقل المعلومة للآخر، والآخر يزيد فيها ويطورها على حسب العصر متاعه وعلى حسب الزمن متاعه، وهكاك الفكرة تتطور. الغنوصيين ضد فكرة الكتابة بصفة عامة، وإنما النقل الشفاهي والذي ينقله اللي سمعه للآخر شفاهيا، وهكاك الفكر يمشي ويتطور. ويعتبر أكبر خطر على الغنوصية إنها تكتب، لأن تنجم مثلا قبل 1000 سنة أو 100 سنة تكتب كتاب حول الغنوصية، ولكن ذلك الكتاب اليوم يصبح لا يمثل الغنوصية في هذا العصر. ولهذا حبيت ننبهكم إن الغنوصية هي علم متناقل وليس مكتوب. وعندما تقرأ على الغنوصية يعني باش تفهم الفكرة بصفة عامة، وباش تعرف الوقت اللي تكتب فيه الكتاب كيفاش هو وصل الفكر الغنوصي، ولكن ذلك لا يمثل الغنوصية. هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى أن الفكر الغنوصي هو أخطر فكر عرفته البشرية، والخطورة ليس فيه بحد ذاته وإنما في طريقة استعماله من أجل مصالح مهما كانت. النقطة الثانية أن الغنوصية ليس فكرا يكتب وإنما ينقل ويتطور عبر العصور والزمان. النقطة الثالثة، خلينا نعرف الغنوصية. أولا كلمة الغنوصية هي كلمة يونانية وتعني المعرفة، وهناك من يسمي الغنوصية تسميات أخرى عديدة، منها العرفان، اليقين، الصوفية تعتبر، زاد يقول لك الصوفية نوع من أنواع الغنوصية أو جانب من جوانب الغنوصية. النيرفانا تاع البوذيين هي الغنوصية. كل هذه التسميات ما يسمى بالعرفان، الروحانيات، كل هذه الأمور ما يسمى بالفكر الباطني، الكل يشمل الغنوصية. أما الغنوصيين ماذا يسميوا العلم متاعهم؟ الغنوصيين يسميوا العلم متاعهم هو الشعور أو الإحساس، ما يسمى بالإحساس الكوني. أما التسميات هذه اللي ذكرناها كلها هي من أجل حصر مفهوم الغنوصية. كما قلت لكم الغنوصية هي لا تكتب ولا توصف، لأنها مشاعر وأحاسيس داخلية مرتبطة بالكون كله. هذه النقطة الثالثة المهمة، لهذا احنا نستعمل كلمة الغنوصية باش تكون سهل باش تفهموها. اما وقت تجي معناتها تتكلم تعريف الغنوصي للغنوصية فجوابه يكون بالصمت. وقت يصمت يعني هذاك هو معنى الغنوصية، يعني الصمت والتركيز والإحساس بنفسك وبالكون حولك. النقطة الرابعة، شنو هي الغنوصية؟ هل هي معتقد؟ هل هي إيمان؟ هل هي فكر؟
هل هي فلسفة؟ تلقى آلاف التعريفات حول الغنوصية، كل واحد كيفاش يعرفها، واحد يقول لك إنها فكر فلسفي، واحد يقول لك إنها فلسفة دينية، واحد يقول لك إنها فكر باطني، فمن يقول لك معتقد باطني، كل واحد يعطيها الاسم اللي يحب عليه على حسب التوجهات متاعه وحسب المعرفة متاعه. كما قلت لكم حتى غنوصي مكتب حول الغنوصية، وإنما آخرين هم الذي كتبوا عنها وأعطوها هذه التسميات وهذه التعريفات. ولكن الغنوصي الحقيقي عندما تقول له شنو الغنوصية، هو يقول لك هي لب الكون، هي لب الكون أو لب الوجود أو لب الحياة. ديما الغنوصيين يبتعدون على التعريف الكلامي، وتو نفهموا علاش، يعني كما قلت لكم ما يحبوش يحصروا الأمور في كلمات أو في كتابة أو في رسم أو في شكل، لأن الغنوصيين يقسمون العالم إلى عدة أنواع من الوجود. يقول لك الوجود الفعلي والوجود الفكري والوجود الصوري والوجود الكتابي والوجود الشعوري، وكلها هذه أنواع من أنواع الوجود. يعني هذا ستيلو نجم نقوله وجود مادي، ولكن عنده صورة وعنده اسم هو قلم، وعنده صورة في المخ، وهو عنده أيضا شعور. يعني أنا وقت نشوف هذا ستيلو نشعر بوجوده، هذا هو الغنوصية. فهو ليس كلمة وليس علم وليس فكر وليس فلسفة. مانيش باش نتفلسف أنا نقول لك هذا ستيلو يكتبوا بيه وفي أحبار وكذا وكذا، لا فهمت، منداش نفلسف لك يعني على ستيلو، ولا نقول لك هذا مركب من البلاستيك ومركب من الحديد ومركب من الحبر، يعني علم، لا، هي علاقة مباشرة من بين الأشياء من بين بعضها. يعني أنا نشوف هذا ستيلو نشعر به بوجوده، هذا هو الغنوصية. إذا ما نجموش نسميوه لا معتقد ولا فكر ولا فلسفة ولا إيمان ولا علم ولا حتى شيء من هذاك الشيء، هي علاقة مباشرة بين الأشياء عن طريق الشعور والإحساس. هذا هو المفهوم اللي يعطيه الغنوصيين لمعنى الغنوصية. لكن الاخرين يصنفوهم كفكر وكفلسفة وكفكر باطني وكروحانيات وكعرفان وكوجدان وغيرها من تلك الأسماء. أنا نحاول نحكي بكل بساطة رغم أن الموضوع جدا معقد. أنا هذا الفيديو حبيت نحطكم في الموضوع باش تفهموا شنو الغنوصية وتعرفوا المعنى متاعها بطريقة بسيطة جدا. النقطة الخامسة هي وقتاش ظهرت الغنوصية؟ شنو تاريخها؟ من فين جات؟ هل هي حديثة أم قديمة؟ وقت نرجع للكتب واللي كتبوا عليها، فما اللي ينسبها معناتها إلى المسيحية ويقول إنها ظهرت مع ظهور المسيحية، فما يقول إن ظهرت بعد المسيحية، وفما اللي يقول اللي ظهرت قبل المسيحية، بل يذهب ياسر من الناس إنها جدا قديمة في التاريخ، وهذا الأقرب للمنطق، لأن لا يمكن أن تكون ظهرت مع المسيحية أو بعد المسيحية. هذا معناتها الذي قال هذا الكلام هو أكيد مسيحي أراد أن ينسب الغنوصية ليه، كما في المسلمين يقول لك إن الغنوصية ظهرت مع محمد، فهمت، وإن القرآن هو كتاب غنوصي، ولهذا كان يسمى القرآن وكان يمنع أن يكتب وإنما يقرأ فقط. ومنحبش ندخل أنا في الإسلام وفي المسألة دي، أنا مش نطرح لكم الفكرة بصفة عامة إن الإسلام هو أصله فكر غنوصي وإنه كان يمنع الكتابة، وإن الإسلام جاء لكي يظهر حقيقة الغنوصية، ولكن وقع انحراف وكتابة القرآن والذي أفسد القرآن وأفسد كثير من الأشياء
من بعد، واللي الإسلام تحول من فكر غنوصي تصحيحي إلى دين. لأن تنشوفوا من بعد في النقاط الأخرى أن الغنوصية ضد فكرة الأديان بصفة عامة. وفما اللي يقول لك الغنوصية ظهرت عند الفرس، وفما اللي يقول لك أن الغنوصية ظهرت عند البابليين وانتقلت إلى اليونان، فهمت؟ وفما اللي يقول لك لا، الغنوصية أصلها من السومريين، ثم انتقلت إلى البابليين، ثم انتقلت إلى اليونان، ثم انتقلت إلى مصر. وفما يقول لك لا، الغنوصية جاية من الهند. وفما اللي يقول لك لا، الغنوصية ظهرت في مصر في عهد الفراعنة. وفما حتى اللي يقول لك اللي الغنوصية أول ما ظهرت في شمال إفريقيا وانتقلت إلى مصر، ومن مصر انتقلت إلى اليونان وإلى الشعوب الأخرى في الشرق الأوسط. ولكن أنا نكلمكم على حسب التجربة متاعي، معناتها في الفكر الغنوصي وحديثي مع بعض الغنوصيين اللي التقيت بهم سواء في شمال إفريقيا أو في إيران أو في الشرق الأوسط أو في أوروبا، فهمت؟ اللي هما طبعا ما يبدوش معروفين عادة، فهمت؟ أشخاص ما تعرفهمش، يعني ياسر يتكتموا على أنفسهم وتلقاه يمكن إنسان عادي جدا. حسب هذه التجربة اكتشفت أن كل واحد يجبد ليه. وقت تجي تقابل ما يسمى يسميوهم في شمال إفريقيا الأقطاب أو الأولياء الصالحين، اللي هما معناتها منبع الفكر الغنوصي في شمال إفريقيا، يقول لك إن الغنوصية ظهرت في شمال إفريقيا وانتقلت إلى مصر، وبسبب الغنوصية تم، فهمت، قيام ما يسمى بالفراعنة. بينما وقت تحكي مع أشخاص من الشرق الأوسط يقول لك لا، الغنوصية ظهرت عند السومريين ونقلوها للبابليين. وعندما تمشي جهة إيران وجهة الشرق الأقصى يقول لك لا، الغنوصية ظهرت عند الفرس أو الهنود أو الباكستانيين، ما يسمى بالشرق الأقصى. والفرق من بين هذم الثلاثة أفكار هو كل واحد يحب ينسب روحه الفكر الغنوصي، رغم اللي أنا أعتبر الفكر الغنوصي هو فكر إنساني 100%، ولكن مهمناش احنا من فين ظهر، ولكن هو الآن موجود ومنذ آلاف السنين هو موجود. كما يجي المسيحي يقول لك الغنوصية ظهرت مع المسيحية، والمسلم الصوفي يقول لك الغنوصية ظهرت مع الإسلام، أو اليهودية اللي يقولوا هما أول من عرفوا الفكر الغنوصي وخلاوه عندهم وما حبوش يقولوا عليه لحتى حد، حتى جاء المسيح وفضحهم، وقت فضحهم اتهموه وقتلوه، فهمت؟ يعني هذه معناتها الفكرة بصفة عامة حول تاريخ الغنوصية، كيف معناتها ظهرت ومن أين ظهرت. المهم لاحظوا اللي من نجم نقولوا من الهند إلى المغرب هي منبع الغنوصية، فين تطورت وفين تفاعلت مع بعضها وأظهرت ما يسمى بالفكر الشرق الأقصى اللي أنتج منه كل الديانات البوذية والهندوكية والطاوية وغيرها، والفكر الغنوصي في شمال إفريقيا اللي أنتج ما يسمى بالديانات الطبيعية أو الشمال إفريقية أو الإفريقية، ما يسمى بالوثنية، هم يسميوها الوثنية، مش الوثنية هي معناتها الليكون أو ما يسمى السامبول، ما يسمى الرمز، فهمت، ديانة الرمز أو ما يسمى بالروحانيات. بينما في الشرق الأوسط الغنوصية معناتها دمجت بفكرة الأديان، بل الأديان كانت معناتها تظهر من خلال الفكر الغنوصي و تخفي الغنوصية وتظهر كأديان. أما النقطة السادسة اللي حبيت نقولها هي أن عندما درست العلوم والمعارف والتاريخ والتطور الإنساني، كل مرة نجي نتعمق في حاجة معينة نلقاها تعود إلى فكر غنوصي، سواء حضارات كما الحضارة الفرعونية أو السومرية
أو حتى الحضارة الصينية أو الهندية أو اليونانية أو الرومانية، كلها وتنجيو نرجع للأصل متاعها نلقاها تعود إلى الغنوصية. وعندما نجي ندرس الأديان والمعتقدات سوى الفلسفية مع الديانات الفلسفية كما الطاوية كما البوذية نلقاها تعود إلى الغنوصية. وقت نجي ندرس الديانات السماوية سوى الإسلام سوى اليهودية سوى الزردشتية نلقاها تعود إلى الغنوصية. بل أبعد من ذلك، لو نجي ندرس كل العلوم الحديثة أو القديمة والبنيان الذي بني، الكل يقوم على فكر غنوصي. إذن الغنوصي، إذن الفكر الغنوصي كان محرك للإنسان من أول التاريخ. ومن هنا جي أهمية هذا الفكر أو هذا الإحساس أو هذه القوة الكامنة داخل الإنسان. إذن هذه النقطة السادسة اللي نحبكم تفهموها، إن كل حركات التحرر، كل الحركات مثلا الماسونية الصهيونية الإسلاميين، الحركات مثلا تاع المسيح، فرسان الهيكل، إخوان الصفا، القرامطة، الفاطميين، الشيعة على جميع أنواعهم، حتى المذاهب الصوفية سواء في الإسلام سواء في كل الديانات الأخرى، هي تعود في الأخير إلى فكر غنوصي. ولهذا أرى أهمية الإنسان اليوم أن يفهم الفكر الغنوصي، لأن بفهم الفكر الغنوصي سوف يفهم كثير من الأشياء. وطبعا بعضهم يعتبر الغنوصية هو عمل شيطاني، وإنه معناتها يتبع الشيطان وإبليس، وإنه فكر جاء ضد فكرة الإله، وهذا غير صحيح. لأن هنا نوصل للنقطة السابعة المهمة في الغنوصية، هي إن الغنوصية ما تؤمنش بالإله، ولكن ما تؤمنش بالشيطان وما تؤمنش بالملائكة، بل تعتبر إن هذه التسميات هي أشخاص بشرية، الملائكة والجن والله والجنة، كل هذا أشياء وقعت في التاريخ وهي تمثل أشخاص، من بعد جاءوا أشخاص آخرين وجعلوهم ملائكة وجعلهم شياطين، يعني إنسان ظهر كان شرير فهمت في أي منطقة ونسب إليه إنه إبليس. وإن كل ما هو موجود في الأديان من قصص ونجم نقول وإحنا روايات وأساطير، هي أشياء وقعت في يوم من الأيام والبشرية مع طول الزمن ألهوها وجعلوها على أساس إنها قوة خارجية بعيدة على الأرض. ولهذا الغنوصية لا تؤمن بالوحي، ولا تؤمن بفكرة الإله أصلا، ولا تؤمن بالشيطان، ولا تؤمن بقوة غيبية، وإنما تعتبر الكون هذا فهمت هو بحد ذاته يحتوي على قوة تسيره من الداخل من خلال كل شيء موجود في هذا الكون، وهي تقرب من الفكر الصوفي الذي يتكلم عن وحدة الوجود. ولكن الغنوصية عندها صفة خاصة، إنها لا ترى إن الله هو روح الكون أو إحساس الكون، وإنما الإحساس الذي موجود في الكون هو إحساس طبيعي ضمن الكون. وهذا تنعرفوه في الفيديوهات القادمة، باش ناخذوا كل نقطة ونحاولوا باش نعطيه وجهة نظر الغنوصيين أو الفكر الغنوصي. وكما قلت لكم، الكلام اللي نقوله لكم هذا يمكن بعد 100 سنة بعد 200 سنة يصبح غير صحيح ويظهر فكر آخر، لأن الفكر الغنوصي يقوم على النقطة الثامنة اللي هي مهمة، واللي إن كل شيء نسبي، بل الفكر نسبي، يعني ما هو حقيقة اليوم يمكن غدا يصبح غير حقيقة، وما كان حقيقة الأمس اليوم يصبح غير حقيقة. ولهذا نعود لهذا، الغنوصيين يرفضون التدوين ويرفضون الكتابة، لأن يعتبر
كل شيء يتطور وكل شيء يقوم على التطور والاندماج في الآخر، وكل نهاية ما هي إلا بداية، وكل بداية هي نهاية مرحلة من قبلها. إذن النسبية الحقيقة المطلقة غير موجودة، بل هي حقيقة مطلقة على حسب الزمان والمكان. وهنا معناتها العنصر اللي يعتمد عليه الغنوصية، وهذا باش نوصلوا طوال النقطة التاسعة، ان كل شيء هو خلاصة الأزل. هنا هذه فكرة جدا مهمة، وهي التاسعة معناتها في الفكر الغنوصي، اني انا عبارة على كل تاريخي. الغنوصية لا تؤمن بالموت ولا تؤمن بالولادة، وإنما بالتحول والتطور، وكل شيء موجود هو يحتوي في داخله كل تاريخه. يعني أنا نتيجة كل الماضي، وأنا سوف نكون نتيجة المستقبل. لهذا الغنوصية تقسم الزمن إلى ماضي وحاضر ومستقبل، ولكن الغنوصيين لا ينظرون إلى الماضي ولا ينظرون إلى الحاضر، يعتبروه غير موجود انتهى، وإنما دائما يعيشون في المستقبل. من هنا نوصل للنقطة العاشرة والأخيرة في هذه المقدمة، وهي أن الغنوصيين يؤمنوا بفكرة التثليث. ولكن لازمكم تنتبهوا ياسر للفكرة هذه. فكرة التثليث ليس بمفهوم المسيحية، التثليث عنده معنى آخر، وهذا سوف نحاول باش نعرفوه في الفيديوهات القادمة شنو هو التثليث. وفي الحقيقة مش التثليث برك، هما عندهم كل عدد عنده قيمة، فهمت؟ وهذا باش نحاولوا باش نفسروه رغم اللي صعب. مثلا الانسان، الغنوصيين يراوه انه متكون من ثلاثة اشياء: الجسم اللي هي المادة، فهمت؟ والعقل اللي هو بالنسبة لهم اللي خازن كل المعلومات، ما كان وما يكون وما سوف يكون، والإحساس اللي نجم نسميوه النفس. باهي هنا وتتقرأ أنت كتب الغنوصيين تلقاهم يتكلموا عن الروح وكذا، اللي يكتبوا على الغنوصيين. الغنوصية ما تؤمنش بفكرة الروح، بمفهوم الروح عندهم. يعني المصطلحات، المشكل أن الأديان بصفة عامة سرقت الفكر الغنوصي وأعطته تسميات أخرى. فالغنوصية تؤمن بالتثليث بهذا المفهوم، بمفهوم الجسم، العقل اللي هو بنك المعلومات، والشعور اللي هو الإحساس اللي يأخذ المعلومات من العقل. والجسم هو ما يسمى المنظومة اللي عايشين فيها. المنظومة هي الجسم، فهمت؟ واللي كل جزء أو كل شيء في هذه المنظومة يحتوي على عقل ويحتوي على إحساس، ولكن الغنوصية تعتبر أن فوق هذه الأرض أقوى إحساس هو الإحساس البشري. طبعا انتبهوا لهذه المسألة، لأن الغنوصية تفترض أن هناك في الكون أحاسيس أخرى يمكن تكون أقوى من الإنسان، يعني تحط هذه الفرضية، ولكن هي ديما تتكلم على مستوى الأرض هذه، تقول أن الإنسان البشري هو أقوى إحساس، وأن العقل متاعه يحتوي على كل المعلومات الكونية. وتقول الغنوصية، طبعا أنا نحاول باش نعطيكم فكرة باش نحطكم كيما نقولوا احنا بالتونسي في الصحن، أن الغنوصية تعتبر أن الإنسان هو الآلة الوحيدة التي يمكن أن تفهم الكون بشعوره، وأن الموت هو انتهاء الشعور. يعني كيما وقت ترقد ما عادش عندك شعور، تحس روحك ميت ماكش موجود. يعني يقولوا أن الكون ينتهي عندما ينتهي الشعور الإنساني. ويعتبر اللي احنا كبشر
نعيشوا في وسط منظومة ونعطيوها تفاسير، يعني نشوفوا القمرة، العلوم متاعنا الكل، كل العلوم اللي نعرفوها هي لأننا داخل هذه المنظومة، ولو كنا خارج المنظومة أو لو كان شيء آخر خارج هذا المنظومة لأعطى مفهوم آخر لهذا الكون. ولهذا نرجع للنقطة اللي قلتها قبل، هي النسبية، النسبية في كل شيء. وهنا تقول الغنوصية، وهي النقطة الأخيرة، أن أحسن معناتها طريقة لفهم العقل اللي هو يعتبره فهمت الذي يحتوي على كل ما كان وما يكون وما سوف يكون، فهمت، أحسن طريقة لفهمه هي لغة الحساب، الأعداد، الواحد واثنين وثلاثة، يعني الأعداد بصفة عامة. وإن أحسن شيء لفهم الجسم أو المادة هي الحركة أو الرياضة. ولهذا تلقى في كثير من الأديان حركات، حتى في الصلاة عند المسلمين أو عند المسيح أو عند اليهود أو عند كل الأديان هي الحركة. ثم تأتي الشعور اللي اللغة متاعه هي الموسيقى. إذا نشوف ونرجع عن المسألة التثليث، هي الرياضيات، الأرقام، الموسيقى والرياضة، فهمت؟ زيد يفسروا بطريقة أخرى، المكان، الزمان، والشيء، المكان والزمان والشيء. الشيء هو المادة، فهمت؟ المكان هو العقل، العقل، والزمن هو الإحساس. هنا افهموا ربطوا الإحساس بالزمن، لأن الإحساس يتطور مع الزمن. يعني إحساسي اليوم ما هوش هو إحساسي غدوة، ما هوش هو إحساسي البارح. هذا ملخص، هذه 10 نقاط تلخص الفكر الغنوصي. من بعد احنا باش ناخذوا في الفيديوهات القادمه كل مره باش ناخذوا فكره، لان الغنوصيه تقول ان كل فكره بشريه عندها واقع فعلي وفكري واحساسي وشعوري، ومن غاديك هما يعملوا ما يسمى بالمقارنه. علاش الفكر الغنوصي يتطور؟ لانه ينطلق من الاحساس البشري من اجل اخذ المعلومة من العقل اللي هو معناتها المخزون اللي يحتوي على كل المعلومات، لفهم ما يسمى الخارج، المنظومة. يعني عبارة الغنوصي ينظر للكون، يحاول أن ينظر للكون خارج المنظومة اللي هو فيها، لأن ديما وقت نبداو داخل المنظومة يمكن نشوفوا كل شيء منظم، ولكن وقت نخرجوا خارج المنظومة نشوفوا كل شيء فوضى. وهي عملية تفكيرية وإحساسية، يعني هما يقول لك البشرية سوف تصل عندما يتحد الإحساس مع العقل مع الفكر. يعني وقت الإحساس يندمج مع الفكر. المشكل اللي هناك فما صراع موجود من بين ما يسمى المادة والفكر والإحساس، وكل واحد يحب يسيطر على الآخر ويعتبر أنه هو وحده الموجود. يعني يقول لك إلا ما هو معناتها كما نقوله أحنا ملموس ومادي هو الموجود، والباقي كل ما عندوش وجود. والآخر يقول لك لا، كل ما هو منطقي هو الموجود والباقي لا. الآخر يقول لك كل ما هو إحساسي هو موجود والباقي لا. هذا هو الخطأ. ومن هنا الغنوصية تريد أن تجمع ما يسمى بالمادة والفكر والإحساس وتعمل مقارنة بيناتهم. ومن هنا عندما تفهم هذوما الثلاثة نقط تولي تفهم الكون وتفهم السياسة وتفهم شنو قاعد يوقع في العالم وتفهم ياسر حاجات وتفهم روحك، مش في نهار وليلة ولكن بشوية بشوية. نظن أعطيتكم فكرة على الفكر الغنوصي،
ونتمنى الفيديو القادم ناخذ نقطة معينة ونحاول نفسر وجهة نظر الغنوصية في هذه المسألة. وشكرا، ومع فيديو قادم، وبسلامة.